تسعة فصول دراسية لمدرستي الأزهار وبلال في عزلة القحيفة بمديرية مقبرة ضمن مشروع الاستجابة المتكاملة لخدمة التعليم والحماية للأطفال الأكثر تضرراً ولي صندوق التمويل الإنساني اليمني وعبر جمعية بناء التنموية. اليوم نفتتح المبنى المدرسي لمدرسة بلال بن رباح في عزلة القحيفة مديرية مقبرة. يأتي هذا الافتتاح تزامنا مع اختتام مشروع جمعية بناء الخيرية الإنسانية التي نفذت هذا المشروع، ومن ضمن هذا المشروع أيضا هناك 12 فصل دراسي استكمالا لهذه المدرسة، ثلاث منها في الأزهار وثلاث في مدرسة الأنوار بالحقب، أيضا إضافة إلى ما يقرب 3000 حقيبة مدرسية وما يقارب 450 مقعد دراسي. وخلال مراسم الافتتاح أكد القائمون على المشروع على تنفيذ 12 فصلا دراسيا لثلاث مدارس أخرى مع احتياجات أخرى بالإضافة إلى برنامج حماية الأطفال. نتقدم بخالص الشكر لمؤسسة بناء على هذا الإنجاز، ونتمنى من المؤسسة وداعميها، نحن نعرف أن هناك داعمين خلف هذا الإنجاز، نقول لهؤلاء الداعمين ونقول لإدارة المؤسسة نتمنى أن تتوسع هذه المشاريع لتشمل عدد آخر وعدد أكبر من سواء من مدارس مديرية مقبنة أو في مديريات أخرى، فمحافظة تعز بشكل عام كلها محتاجة إلى مادة يد العون، ونقول للداعمين هذا هو الطريق الصحيح للدعم وهذا هو العمل المتواصل أو الأجر المتواصل في الدنيا والآخرة. نشكرهم جميعا على هذا الجهد، وهذا طبعا خفف كثير من المعاناة على طلاب مدرسة بلال العدد الكبير من هؤلاء الطلاب. وتأتي هذه التدخلات المستدامة في هذه المديرية المتضررة من الحرب لتحدث أثرا فعليا في تحسين جودة التعليم والتخفيف من تداعيات الحرب والحصار الذي تعانيه مقبنة ومحافظة تعز بشكل عام. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.